خلينا نروح لمهرجان تاني، هنبعد شوية بقى ونروح للعالمين. بعد ما شفنا في القلعة هنروح للعالمين الجديدة ومهرجان العالم عالمين. أعلنت إدارة المهرجان عن حفلة استثنائية جديدة هيحييها فريق كايلوكي بمشاركة المطرب المقنع توليت، هو يعني ده برضو حاجة من اللي هي الحاجات الجديدة فبيواكبه. ده هيكون يوم الجمعة 23 أغسطس الجاري، هيقدم خلالها عدد من أفضل أغانيه على مسرح يو أرينا. وبيتميز فريق كايروكي طبعا بيمتلكه شعبية كبيرة في الأوساط الشبابية، خاصة أنه بيقدم لون غنائي مختلف، وده اللي كنا لسه بنتكلم عنه في أكتر من مرة في التنوع الموجود في حفلات مهرجان العالم عالمين، لأن بنتكلم فعلا عن كل الأذواق وكل الفئات العمرية وكل الفئات وشرائح المجتمع هتلاقيها موجودة، وكل يعني الاحتياجات الخاصة بيهم هتلاقيها موجودة هناك. أفكار جديدة كمان بيقدمها كايروكي وشرائح واسعة من الأجيال الأصغر سنا هنا هم اللي بيحبوها للنوع ده من الموسيقى. ده مش قاعده بالتاكيد، لكن يعني ده بالنسبه للشائع الخاص هو امير بيه. عيد برضو ليه جمهور كبير، ليه برضو من الجماهير الكبيره وبدليل حتى ان هو لما قدم تجارب تمثيليه الناس كلها اعجبت بيه وبادائه يعني. وانا شخصيا بعتبره حد مختلف في المزيكا وفي الغنى، فهو يعني نموذج جميل والفرقه كلها على بعضها ليها حاله مميزه. بحب كمان مسار اجباري جدا بقى جدا. انا بشوفي هو الحاجات اللي هي اللون الجديد ده، هو مش جديد يعني لون مختلف عن المطربين اللي بيطلع يغني الحب والعشق والهوى والكلام ده. طبعا ده شيء جميل ما قلناش حاجه، بس لما بيطلعوا هم يغنوا البندات بقى وكده، لا حاجه يعني مختلفه. وانا شخصيا بحب الاختلاف، يعني لما يكون في اختلاف واختلاف في اللون واختلاف في الكلمات والالحان فده شيء كويس جدا بالنسبه لنا يعني. بالنسبه كمان لمسار اجباري، هم هيقدموا حفله على مسرح يو ارينا، هيغنوا مجموعة من أجمل أغانيهم، فيعني في انتظارهم إن شاء الله. ده هيكون يا جماعة يوم 24 أغسطس، عشان برضو يعني كل اللي عاوز يظبط مواعيده علشان يروح على الحفلة يعني يتوكل على الله، إن شاء الله يكون يوم سعيد بالنسبة له. في شوفي يوم سعيد يعني الله يسعدك. لا بس هو لا يوم سعيد سعيد زي في ما كل انا بقول حتة. يعني كده يوم سعيد تخيل ان انا اكتشفت عندنا ان انا اصلا بقول للناس صباح السعادة ويوم سعيد ويومك سعيد في العادي كده في المطلق كتير يعني. كتر اكتشفت بقى ده كل يوم. لا اكتشفت ده ان انا اصلا بقولها يعني، فهي جت راكبة مع البرنامج باستمرار. امبارح كان افتتاح مهرجان نبتة للأطفال، وده حاجة برضو من ضمن السعادة والتفاؤل ان مهرجان العالم عالمين يقدم حاجة مبتكرة للأطفال. وشخصية كيكو أبو إردان المبهر والجميل اللي يعني ليه برضو فلسفة في اختياره بالنسبة للأطفال، يمكن صورته معانا كمان دلوقتي على الشاشة قد إيه لطيف. أنا بحب أبو إردان برضو من الحاجات اللي بتدعو للتفاؤل. لا هم رسمين وتحبيه أكتر بصراحة. لا يعني هو برضو ليه فلسفة في اختياره، يعني إنه هو بينقي الأرض من الديدان وبتاع، فبرضو يعني حاجة مميزة. حتى اللوجو بتاع المهرجان أو نبتة تحديدا يعني والله فريق أحمد أمين بصي لمسته موجودة في الموضوع. والله يعني مش بس هو وكل الناس أمين. اللي قايمة أحمد على أمين برضو معروف إن هو زي ما بنقول هو شامل، فهو فنان ورسام يعني هو برضو مهتم رسام كمان وعازف بالأطفال. كمان وممثل يعني ما برضو المواهب المتعددة دي وكل بتتيح لصاحبها القائمين ان هو بالتأكيد عليه. اكيد. فكمان بقى يعني الحقيقة ان المهرجان نبتة في أكتر من فكرة لإمتاع الأطفال، منها استعراض غنائي بمشاركة النجوم أحمد أمين وهشام ماجد وشيماء سيف، تلاتة الولاد بيحبهم جدا. شيماء سيف أصلا لها كده عند الأطفال والكبار يعني حتة لوحدها جوه القلب بصراحة يعني. فبمشاركة غنائية للأطفال الأوبرا والاستعراض الغنائي اللي يعني استعرض أهمية الاهتمام بالأطفال والنشء الصغير ودعمهم وتنمية مهاراتهم الإبداعية. مهرجان للأطفال بيقام تحت مظلة مهرجان العالم عالمين في مدينة العالمين الجديدة، وأخذ طبعا زي ما قلنا طائر أبو إردان تميمة للمهرجان، ولها فلسفة في اختيار كون الطائر ده مرتبط بالفلاح المصري وبالحضارة الفرعونية القديمة، وكان بيحرس النبتة وبيقوم على تنقية التربة، وده اللي يعني
اللي المفروض أو اللي الفكرة الرئيسية موجودة لدعم هذه الفكرة عند الأطفال. المهرجان هيستمر طوال العام ومش بس فقط ضمن فعاليات مهرجان العالم عالمين، ودي برضو نقطة مهمة جدا وحاجة جميلة، وبتنتهي فعالياته في نوفمبر المقبل. ونوفمبر ده طبعا يعني كان أيامنا بيبقى فيه احتفال بعيد الطفولة، فالربط برضو بين الاثنين حاجة مميزة جدا. بيستهدف المهرجان الأطفال من سن ما قبل دخول المدرسة، ومن أهدافه إحياء محتوى الطفل باللغة العربية وبما يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية، وما يتماشى مع فكر وطبيعة الأطفال في الوقت الحالي والمختلفة عن طبيعة الطفل في الماضي. الجملة دي مؤلمة قوي عن الماضي، مش عايزه اكبر يعني الناس تصور يعني ايه ان احنا جايين من كوكب تاني على راي الاستاذ مدحت صالح. صور الحقيقه لما تتعامل مع اطفال اليومين دي طبيعه الحياه وسنه الحياه يعني بس هي الفكره ان احيي اللغه العربيه، وان انا يبقى في حفاظ على الهويه والثقافه، برضو الجمله الكبيره اللي انا بقولها دي، والعادات وتقاليد وغيرها بالنسبه للاطفال اللي احنا يعني عايشين في وسطهم. احنا فعلا دلوقتي اللي عايشين في وسطهم هم التكنولوجيا، بقوا متمكنين منها بشكل كبير جدا، فلازم ان انا اقدم لهم ده بالشكل اللي يتواكب مع طريقتهم، طريقه تفكيرهم، الادوات اللي بقت في ايديهم دلوقتي. فلو انا ما واكبتش ده هبقى بالنسبه لهم يعني اللي بيقدم لهم الماده دي هو من وجهه نظره كده هيشوفوا ان هو يعني انت في كوكب تاني فعلا. يعني لا هو الربط لمهرجان النبته داخل مهرجان العالم عالمين عامله ان يبقى فيه ورش لرياده الاعمال داخل مهرجان نبته، ان يبقى فيه ورش برمجه، ان يبقى فيه حكي للاطفال، ان يبقى فيه رسم وكمان حاجات متعلقه بالرسوم الكرتونيه والانيميشن والحاجات دي. فكل الأفكار دي بتشغل بال الأطفال دلوقتي ومحور من محاور اهتمامهم. فكل واحد من الأطفال اللي موجود في الساحل الشمالي دلوقتي ممكن يستمتع بورشة من الورش دي، ويشوف كمان النجوم المفضلين لي ويتعامل معاهم وجها لوجه. وده في حد ذاته بالنسبة للأطفال بتفرق قوي في شخصيتهم، وهتلاقي الذكرى دي موجودة معاهم حتى بعد ما يكبروا ويبقوا شباب ويبقوا حتى كبار في السن، ويفضلوا يحكوها أنهم في مرحلة عمرية ما وهم صغيرين قبلوا النجم الفلاني اللي كان بالنسبة لهم قدوة، واللي كان عرفهم على نقطة مثلا ممكن ما يكونوش ملمين بيها قوي. فهتفضل الحكاية ذكرى حلوة في دماغهم وتنمية لمهاراتهم، وده برضو هدف من أهداف نبتة المميزة يعني. ده حقيقي، وكل التحية فعلا للقائمين على المهرجان، إن المهرجان يكون ممتد ومش بس يعني في المدة، مهرجان نبتة ما يكونش قاصر على المدة اللي بيكون فيها العالم عالمين أو مهرجان العالم عالمين. لسه برضو في مدينة العالمين الجديدة، وانطلقت أمس فعاليات بطولة دوري أبطال الساحل للسيدات، المباريات طبعا على ملعب سكور جراس، مظبوط كده الاسم الخاص بيه، ولأن أنا ما رحتوش قبل كده أو ما رحتش المكان يعني. أنا رحت العالمين بس ما رحتش الملعب يعني. بس رحت العالمين فممكن تكوني قابلتي يعني. وده تم تجهيزه لاستضافة الحدث الرياضي الكبير بمشاركة 12 فريق من مختلف الأندية والجمعيات الرياضية. استنونا يا جماعة، على فكرة هيكون لينا كلام برضو بخصوص مسألة الرياضات النسائية وكرة القدم زي ما احنا شايفين كده يعني. انا كتير يعني حتى لما طلعت الموضوع كده وان هيبقى كرة قدم ونسائية، بصراحة انا مشتاق ان انا نتكلم في البنات الموضوع. البنات دلوقتي بقوا بيحبوا يتمرنوا كرة قدم، وهتلاقي اعداد كبيرة جدا، وبقى عندنا منتخب كمان، ده اللي هنتكلم فيه بقى في الساعة الثانية من حلقتنا النهاردة. يعني برضو شيء مميز في الرياضة، وهنشوف بقى تفاصيل اكتر عن منتخبنا ونعرف قد ايه اللعبة المثيرة ديت يعني برضو انتقلت للجانب النسائي. منظمه بقى المهرجان، مهرجان العالم عالمين، وجهوا الدعوة للجماهير لحضور مباريات الدوري وتشجيع الفرق المشاركة، أكدوا أهمية دعم اللاعبات وتشجيعهن على تقديم أفضل ما لديهن. وفعلا الحضور كان فيه تفاعل كبير، واعتبروا أن البطولة دي رسالة واضحة على اهتمام مصر بتطوير الرياضة النسائية وإعطائها المكانة اللي بتستحقها، لأنها بتساهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة للنساء وتعزيز ثقتهن بأنفسهن. يعني الفكرة بالنسبة لي بس عاوز أشوف الستات أو النساء يعني بيلعبوا كورة مستواهم عامل إزاي يعني. أنا مش بقلل خالص والله يعني، بس أنا بحاول اللي هو نظام أتخيل. أنا ما شفتش قبل كده ماتش للسيدات، ده تقصير مني بالتأكيد، فمش عارف هيبقى الشكل عامل إزاي بيلعبوا.
لا يعني انا مش هزعل والله وانا بتاع هقول لك اكيد واحده بتقوم من اول ما بتصحى من النوم لحد ما بتنام هي عماله تجري اصلا يعني في ملعب الحياه هي بتجري فتخيل في ملعب الكره هتعمل ايه. لا هي بتجري ورا اولاد برده مفيش مشاكل فيعني انت متخيل يعني لا اكيد طبعا هيبقى اداء مشرف يعني والله هنشوف النهارده يعني احنا معانا اهل التخصص بقى ومعانا السيدات اللاعبات يعني هيكون معانا حد منهم فبالتاكيد هيفهمونا الموضوع بس فعلا يعني بالتاكيد هيكونوا متميزين او متميزات عن الرجاله في مهارات معينه في كره القدم اكيد يعني ده شيء لا شك فيه وانا متاكد من ده. وهنشوف مساله الكره النسائيه او كره القدم للسيدات احنا شفنا الرياضات كلها موجود فيها سيدات فكره القدم بالتاكيد واحده منهم. هنشوف الاخبار فيها ايه ونشوف بقى الوضع في مصر وهيكون التطوير فيها اللي جاي عامل ازاي.